السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أضيف ترقيم لكل الصفحات، تمام؟ فعشان الترقيم يبقى في كل الصفحات يبقى تلقائيا أروح لفيو وأروح لسلايد ماستر. سلايد ماستر دي الشرايح الرئيسية، هاجي هنا في أول واحدة. أول واحدة دي اللي تحتيها كل الشرايح، يعني لما أعدل فيها هيتعدل في كله، تمام؟ وهاجي أقول له مثلا أنا عايز أحط حاجة هنا، تمام؟ هقول له انسيرت وأقول له تكست بوكس مثلا اهوت. طبعا انت ممكن تقول له حط في الفوتر، بس خلينا نحطها هنا في التكست بوكس مثلا اهو، تمام. وهنخلي مثلا الفونت باللون الابيض، واقول له في الانسيرت انا عايز احط سلايد ماستر بالشكل دوت. تقدر تقول له حط لي الداتا اند تايم، تقدر تقول له انا عايز اعدل في الهيدر اند فوتر، بس هي خلاص احنا عملناها بالسلايد نمبر. هيدر اند فوتر بتقول له بقى انا عايز اعمل سلايد نمبر في الفوتر. في الفوتر هنا تقدر تكتب اي كلمه تظهر فيهم كلهم، تمام. طيب انا اهم حاجه بالنسبه لي الترقيم اهوت، تمام. تقدر تحطه في اي مكان، وبعد كده ترجع لفيو وتقول له انا عايز النورمال بتاعي، فتلاقي الصفحات كلها مترقمه بالشكل دوت.